نشرة إخبارية مفصلة من أورينت، والبداية بالعناوين. السلطات التركية تفرج عن الزميل ماجد شمعة وتبرئه من التهم المنسوبة إليه، وأورينت تشكر تركيا على التزامها بسلطة القانون في التعاطي مع قضيته. الاحتلال الروسي يدفع بتعزيزات عسكرية إلى مطار منغ قرب تل رفعت شمال حلب. السلطات المقدونية تضبط أكثر من 40 سورياً قادمين من اليونان. هناك أزمة الجميع يدركها. جامعة الدول العربية تؤكد أن حل الأزمة اللبنانية الخليجية مرتبط باستقالة جورج قرداحي. إيران تطالب واشنطن بضمانات العودة إلى اتفاق 2015 إذا ما نجحت مباحثات فيينا بإحيائه. أهلا بكم إلى هذه النشرة، والبداية من تركيا، حيث أفرجت السلطات التركية عن الزميل ماجد شمعة بعد 9 أيام من توقيفه. وجاء ذلك بعد ساعات من طعن المحامي الموكل بالدفاع عنه بالقرار الصادر عن إدارة الهجرة التركية والقاضي بترحيله إلى سوريا، والذي لاقى رفضا كبيرا من جهات حقوقية وإعلامية محلية ودولية. وفي سياق ذلك تتقدم مؤسسة أورينت الإعلامية بجزيل الشكر للحكومة التركية على التزامها بسلطة القانون في قضية الزميل ماجد وتبرئته من التهم التي نسبت إليه. للوقوف عند هذا الموضوع ينضم إلينا من اسطنبول مترجم محامي الزميل ماجد شمعة وطن آيدن. أهلا بك أستاذ وطن إلى هذه النشرة. لو تطلعنا والمشاهدين على تفاصيل عملية الإفراج عن الزميل ماجد. بالنسبة للزميل ماجد، اليوم طلع بموجب قرار إداري، وكما تعودنا دائما الحكومة التركية هي مصدر العدالة والحريات. يعني بنشكر العدالة التركية وبنشكر الزملاء الصحفيين اللي إيصال صوتنا. يعني أستاذ ماجد حاليا هو غدا صباحا سوف يصل إلى اسطنبول. نعم، طيب يعني هل تبين متى يمكن لماجد العودة من عنتاب إلى اسطنبول بشكل قانوني؟ بشكل قانوني اليوم تم الإفراج عليه. نعم. بحوالي الساعة 5 أو 6 عصرا غدا صباحا. حاليا هو خارج مكان الاحتجاز. غدا صباحا طبعا لهذا متوفر بليت طيران، غدا صباحا إن شاء الله بيكون في اسطنبول الساعة 6:30 صباحا. طيب قد علمنا أن زميل ماجد مجرد من بطاقة الحماية المؤقتة، هل يمكن أن يتعرض إلى أي مضايقات ربما قد تحيل أو تمنع من وصوله إلى اسطنبول؟ لا لا، طبعا مركز الترحيل تم أعطائه إذن سفر لتسهيل أموره، بالإضافة أنه هو حامل لإذن العمل الإقامة الزرقاء مثل ما متعارف عليها في تركيا، فما في أي إشكال لانتقاله بين الولايات. نعم، وصلت الفكرة. مترجم محامي الزميل ماجد شمعة كان معنا من اسطنبول وطن آيدن، ونحن من أورينت الإعلامية نتقدم بجزيل الشكر لتركيا حكومة وقضاء في التعاطي الإيجابي مع قضية الزميل ماجد شمعة والإفراج عنه خلال فترة وجيزة. دفع الاحتلال الروسي بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مطار منغ العسكري قرب تل رفعت شمال حلب. وذكرت وسائل إعلام محلية أن التعزيزات ضمت 23 آلية عسكرية ثقيلة وعددا من عناصر الشرطة العسكرية الروسية إلى جانب عناصر من ميليشيات أسد. ضبطت السلطات المقدونية 41 لاجئا سوريا دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية قادمين من اليونان. وبحسب بيان الداخلية المقدونية فإن اللاجئين كانوا مختبئين في شاحنة اصطدمت بسيارة للشرطة لدى محاولتهم الهروب، مشيرة إلى أنها نقلت اللاجئين إلى الحدود مع اليونان تمهيدا لإعادتهم. تداول ناشطون مقطعا مصورا يظهر توجه مئات المهاجرين معظمهم من سوريا والعراق من بيلاروسيا إلى الحدود البولندية بهدف الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي.
أصدرت دائرة الهجرة السويدية قراراً بترحيل لاجئة فلسطينية من سكان مخيم اليرموك مع طفلتها إلى سوريا بزعم أن دمشق باتت آمنة. وذكرت منظمة العمل من أجل فلسطيني سوريا أن اللاجئة تلقت قرار الترحيل مرفقاً بتذكرتي طائرة لها ولطفلتها لتنطلق الرحلة يوم الجمعة المقبل من السويد إلى لبنان مروراً بمطار اسطنبول. قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي إن نزع فتيل الأزمة بين لبنان ودول الخليج مرتبط باستقالة جورج قرداحي، لكن لم يقدم أحد على هذه الخطوة. هناك أزمة، الجميع يدركها، الجميع يراها، الأغلبية تعرف كيف هو الطريق إلى حلها، ولكن لم يبدأ أحد في هذا الطريق، لم يتقدم أحد خطوة واحدة في هذا الطريق. هذا ضروري، الأزمة تحل أولا ثم مناقشة الأمور الأخرى تتلو. للوقوف عند هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت عبر سكايب مراسل أوريان توني بولس. أهلا بك توني إلى هذه النشرة. اليوم جدد نجيب ميقاتي وميشيل عون مطالبهما بوجوب استقالة جورج قرداحي، لكن الأخير يجدد رفضه أيضا. ما هي الخيارات المطروحة أمام حكومة لبنان للخروج من هذا المأزق؟ تماما، يعني هو الخيار الوحيد أن يستقيل جورج قرداحي من الحكومة، وهذا ما أعرب عنه صراحة المفد العربي الذي نقل الوساطة الخليجية واعتبر لا مجال لأي حل قبل أن يستقيل الوزير المعني. ولكن لنكن موضوعيين، يعني صحيح أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يرحبون بعملية الاستقالة، ولكن في الواقع القرار ليس لديهما، القرار لا يزال لدى حزب الله، وحزب الله من يقرر مصير الوزير قرداحي، وهو من يقرر إذا ما سيستقيل أو لا. هذه النقطة وهذا الأمر يفضح من جديد أن الحكومة التي شكلها الرئيس ميقاتي هي غير مشكلة بثلاثة أثلاث كما ادعى، وأن لا أحد لديه غلبة فيها. من الواضح أن في هذه الحكومة الغلبة لحزب الله، فهو الذي أوقف الجلسات، وهو اليوم الذي يقف ويدافع ويمنع أي إقالة بحق الوزير جورج قرداحي. وبالتالي هذه الحادثة كشفت أبعاد تشكيل الحكومات في لبنان، وكشفت أيضا من هو صاحب القرار الفعلي في لبنان. فرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يؤيدون الاستقالة، بينما حسن نصر الله يرفض ذلك وهو صاحب القرار النهائي. نعم، خاصة أن ميقاتي شدد على أن حكومته حكومة تكنوقراط. وفق قراءتك طوني، كيف وجدت اليوم تصريحات الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وما دلالات هذه التصريح لديه حول لبنان، خاصة أنه جاء بعيد ساعات فقط عن تسريبات صحفية غير مؤكدة تحدثت عن إقدام أو ربما قد تقدم بعض دول الخليج عن ترحيل لبنانيين من على أراضيها؟ يعني في الواقع الرسالة الأساسية التي نقلها حسام زكي هي رسالة حزم عربي أن على لبنان أن يتخذ قرارا، وأن القضية هي ليست مجرد تصريحات وزير، هي أبعد من ذلك، وهي مرتبطة بتموضع لبنان في المحور الإيراني. فهذه الرسالة الأساسية التي أراد إيصالها ووضعها عند جانب اللبنانيين، إما أن يحاولوا ويسعوا مع جامعة الدول العربية لترتيب البيت العربي ولعودة لبنان الحاضرة العربية، أو يترك لبنان لمصيره وبالتالي تصبح العقوبات جاهزة. في الخليج هناك رزمة عقوبات ربما محضر لها، هي ليست عقوبات ضد الشعب اللبناني بقدر ما هي ضد النظام الحاكم في لبنان، وهذا النظام كونه بات مرتبطا في إيران، وبات يعني لبنان ساحة ومنصة لإرسال الإرهابيين إلى اليمن ولزعزعة الاستقرار في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى يعني استمرار في تدفق الكميات كبيرة من المخدرات والكبتاجون من لبنان إلى السعودية. وبالتالي الخيارات التي باتت بين دول الخليج هي اتخاذ إجراء تجاه الحكم في لبنان، كونه بات حكما يعني يؤيد ويحول لبنان إلى بيئة حاضنة لعدم الاستقرار ولزعزعة الاستقرار العربي. نعم، توني بولس مراسل أورينت من بيروت كان معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.
طالبت طهران إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقديم ضمانات تؤكد أن واشنطن لن تتخلى عن الاتفاق المبرم عام 2015 إذا ما نجحت مباحثات فيينا في إحيائه. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية خطيب سعيد زادة إن بلاده اشترطت أيضا رفع العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة دفعة واحدة وبشكل قابل للتطبيق مقابل تراجعها عن خطوات خفض الالتزام بالاتفاق النووي، مشيرا إلى أن إبقاء العقوبات يعني وصول المباحثات المقرر استئنافها أواخر الشهر الحالي إلى طريق مسدود بحسب وصفه. بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، نشكركم طيب المتابعة، في أمان الله.